من المواضيع المهمة اللي احنا دايما كانت مرتبطة باسم دكتور محمد عثمان الخشت لما جاء لجامعة القاهرة ومن قبلها طبعا بسنين طويلة، لكن بقصد يعني من الأشياء اللي ارتبطت باسم حضرتك فكرة الفكر النقدي، وأنا عارفة أنه ده بقى مقرر كمان يعني هنا للتدريس للطلبة في الجامعة. كلمنا عن وصلتوا لإيه في فكرة تدريس الفكر النقدي للطلبة ومدى الاستجابة يعني أو الاهتمام بيه من قبل الطلبة. بصي، جامعة القاهرة منذ لحظة إنشائها الأولى هي جامعة معمولة من أجل التقدم والفكر العقلاني ونشر العلم. جامعة القاهرة جامعة معمولة من أجل العلم، والعلم اللي هو العلم الذي ينفع الناس، مش العلم اللي بيتحط في الأرفف وفي الأدراك. من لحظة الآباء المؤسسين للجامعة وبعد كده المحطات الرئيسية كلها اللي خاضتها جامعة القاهرة في عملية التنوير العقلاني وبث الوعي وبث روح الوطنية والولاء لمصر العظيمة، احنا جزء ومحطة في هذا. من أكبر مشاكل العقليات المغلقة والمتطرفة والجماعات الإرهابية إن هي لا تفكر تفكيرا نقديا، أفكارها قائمة على السمع والطاعة، مفيش كريتيكال ثينكينج. فأنا قلت إزاي إحنا ما عندناش ده، وإحنا إذا كنا عايزين نواجه الإرهاب مش هنواجهه بندوة ولا ندوتين ولا كتاب، ده لازم نغير طريقة التفكير عند الطالب، ولازم نغير طريقة تفكيرنا إحنا. فإيه الحل؟ حلول كتير، من أهمها التفكير النقدي. فقلت لازم يبقى عندنا مقرر تفكير نقدي يدرسه كل الطلاب، خاصة ان جامعة القاهرة العظيمة ما فيش رابط بين طلابها، يعني اللي بيدرسوا كلية الطب معزول تماما عن الاداب، معزول عن تجارة، معزول عن زراعة، ما فيش مناهج مشتركة. طب فين الثقافة المشتركة بقى؟ يعني انا باخد من جامعة ده بيتم تدريسه لكل الطلاب. فلازم يبقى فيه جانب مشترك بين طلاب الجامعة يعمل لهم ثقافة مرجعية واحدة، يبقى كده في علامه مسجله لطريقه التفكير. ازاي ممكن هذه الماده او هذا المقرر على الطلاب كلهم يا دكتور يخلق لي طالب عنده فكر مستنير، عنده عقل قادر على ان يواجه ويفرز الافكار المتطرفه ويرميها جانبا بل ويواجهها ايضا؟ طبعا. هو احنا كان عندنا مشكله، الناس اللي بتعمله في المعامل غير اللي بتمارسه في الشارع، غير اللي بتمارسه في البيت، غير اللي بتمارسه في الوطن. كان في ازدواجيه في طريقه التفكير. احنا حاولنا في المقرر ده ان احنا نعلم الطالب طريقة التفكير السليمة العلمية اللي هو بيدرسها في البحث العلمي، بس بدل ما تبقى درج لوحده مسار لوحده، لا، تبقى اواني مستطرقة كلها يسمع في بعض. فالتفكير النقدي بندرب الطالب عليه سواء في البحث العلمي، سواء في مواقف الحياة اليومية، سواء في التعامل مع اصدقائه، سواء في الشغل او العمل. فبنعلمه ازاي ان هو ما يقبلش اي حاجة مسلمة، لابد ان هو اول حاجة يعرضها للفحص وللتفكير، وياخد المعلومات من مصادر متعددة، وان هو ما يثقش في اي كلام يتقال له. انت شايف نسبة الشائعات اللي كانت منتشرة في مصر كانت رهيبة، طبعا هي في شائعات دلوقتي من القوى المعادية، بس نسبة الناس في تقبلها قلت. ما هي الدولة بترد كمان طول الوقت، يعني مجلس الوزراء بيرد طول الوقت على، ما هو مجلس الوزراء بيرد وبيستخدم فكرة التفكير النقدي. صحيح. ليه؟ لان هو بيقول للناس مش كل حاجة تسمعوها تصدقوها. صح. فبيرد بالحقائق، لان الشائعات في التفكير النقدي تقدر توجهها كذا حاجه. في حاجه اسمها استراتيجيه خنق الشائعات بالحقائق، دي استراتيجيه. انا ليا كتاب عامله من 20 سنه تقريبا اسمه الشائعات وكلام الناس، فنون اسرار التكوين وفنون المواجهه، يعني ازاي تصنع شائعه وازاي تواجه الشائعات. ففي استراتيجيات، في استراتيجيه خنق الشائعات بالحقائق، وفي استراتيجيه عياده الشائعات. فمجلس الوزراء بيتبع استراتيجية خنق الشائعات بالحقائق، بمعنى ادي الشائعة وادي الحقيقة وادي الدليل على الايه؟ على الحقيقة. فدي استراتيجية قوية جدا. برضو الاستراتيجية دي ساهمت في وجود الوعي النقدي عند الناس، مش اي حاجة تقراها على الفيس تصدقها، مش اي حد يقول كلمة تصدقها، لازم تشوف تنوع مصادر المعلومات، لازم تسأل المصدر الرئيسي. واخد بالي؟ فكل ده احنا بنعلم الطلب عليه، والحمد لله تجربة التفكير النقدي نجحت.